مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورينا ومشرفينا ومتابعتكم هي احلى حاجه على بي ان سي فود. حلقه جديده النهارده، والنهارده سي فود. وحشني بصراحه، بقى لنا حبه ما عملناش سي فود. فالنهارده عندنا اسماك، هنعمل وصفات جميله جدا، مفيده جدا، سهله جدا، سريعه جدا، وباذن الله تكون وصفات جديده تضيفوها، وصفات جديده تضيفوها لمجموعه الوصفات اللي بتاخدوها من سنه اولى طبخ ومن كل شفتنا على بانوراما وعلى بي ان سي فود. اول وصفه معانا النهارده هتكون رز الشبت والطماطم. رز مناسب جدا لكل اكلات السي فود، ومناسب على فكره من غير سي فود كمان، بس هو بصراحه رايح ناحيه السمك كده، فللسمك هيكون احلى. هنعمل كمان وصفه كريستال النهارده معانا، بولتي الطاسه بالشبت والليمون. بولتي جميل جدا، لذيذ جدا وسهل قوي، وللناس اللي ما عندهاش فرن او عندها مشكله في تسويه السمك في الفرن لاي سبب من الاسباب. هنعمل كمان صينيه كابوريا بالخلطه، تخلص معانا في 5 دقائق يا دوب تقطيع خضار، وهتطلع كده ايه وهمية. تعالوا نشوف هنبدأ بإيه. هنبدأ بالترتيب المنطقي للطبخ اللي دايما بقول لكم تتابعوه في البيت، حتى الحاجة اللي هتاخد وقت في أطول في السوى، وهنا هي الرز. يبقى أنا هبدأ بالرز. الرز هحتاج إيه علشان أعمله؟ 3 كوبايات رز بسمتي، وممكن أعمله برز مصري مفيش أي مشكلة، بصلتين مفرومين، 6 فصوص ثوم صحيح، فلفل أحمر حامي صحيح واحدة بس كفاية، 2 كوباية طماطم متقشرة ومفرومة، وكوباية شبت مفروم، 6 كوبايات مرقه، علشان انا عندي 3 كوبايات رز بسمتي. لو عندي رز مصري ال6 كوبايات دول هيبقوا 3 بس، عفوا. زيت نباتي، ورقتين لورا، 6 فصوص حبهان صحيح، 2 عود قرفة خشب، 2 حبات لومي اللي هو الليمون الاسود الناشف، و6 حبات قرنفل، معلقه كبيره حبوب كمون، ملح وفلفل اسود. ودي كل مقاديرنا عشان نعمل الرز الجميل اللي هنعمله دلوقتي. ما عنديش مرقه، في مشكلة خالص، استخدمي يا ستي مية. طيب عندي مرقة سمك، يا ريت، ده عز الطلب، هتدينا نتيجة ممتازة. الحلة بتاعتي أو الطاسة، الحلة طاسة إيه؟ سخنت، هحط شوية زيت، وعلى طول في الزيت هحط البصل، ومعاه كل التوابل الجافة. أدي البصل، وزي ما اتفقنا كل التوابل الجافة، الليمون والقرفة الخشبة هم عندي، كمان اللورة كم ورقة كده، راحتكم يعني، مفيش بصراحة صح وغلط قوي في المواضيع دي. عندي كمان القرنفل كم فص كده، انا مش شايفه حبهان يا ولاد، فين الحبهان؟ حد معايا؟ اه انتوا حاطينه مع اللورة، ماشي. ادي الحبهان، كل توابلي زي ما انتوا شايفين صحيحه. طب انا عايزه احط توابل جافه، في مشكله ولا اي مشكله؟ اعملوا كده لو ده المناسب ليكم، مش هتقول لا يعني، بس هيبقى مبهر او متبل اكتر. انا بحب قوي الطعم الخفيف كده اللي بيجي في الخلفيه من التوابل الصحيحه عن التوابل الجافه في الوصفه دي. زي ما انتم شايفين البصل بيدبل واحنا قاعدين بنشوح كل حاجه. طيب عندي كمان حبوب كمون، هحط رشه كده منها او معلقه، يعني قد معلقه كبيره، ومش قادره اقول لكم بقى حبوب الكمون دي بتعمل ايه في الرز ده، رائعه، وبتبقى كده ليها قرمشه وسط الرز بتخليه رائع. فصوص الثوم انا حطاها صحيحه، مش عايزه احط ثوم مفروم في الرز، الصحيحه بتدي طعم رائع من غير ما تحسوا انكم بتاكلوا ثوم ثوم كده، فانا عشان كده حطاها صحيحه، هتظبط الدنيا جدا. عايزه الرز، ما هو المشكله ان انا لما بقلب بتروح برضو، تمام. المسائل دي كلها عايزينها ايه؟ تاخد لون ذهبي، عايزين تغمقوها لحد البني، ما عنديش اعتراض، حي مش هيقول لا يعني، كل واحد بقى وذوقه. لو غمقناها لحد اللون البني قوي هتدينا طعم يروح كده ناحيه رز السمك التقليدي بتاعنا.
بس احنا انا شخصيا ما بفضلش ده، ببقى عايزاه يبقى مختلف شويه، ما يبقاش حاجات قريبه قوي من بعض، فبخليه بس يبقى ذهبي. معاه هحط قرن فلفل احمر حامي، اللي عايز يخليه مفروم عشان الرز يبقى مشطشط يعمل كده، ما فيش اي مشكله ولا اي اعتراض. اللي زي حالاتي بيحب كده شويه طعم حامي خفيف جدا في الخلفيه هيحط الفلفل الحامي. صحيح انا حطيت رشه ملح ورشه فلفل اسود، رشه الملح هتساعد انها تشد كل ميه البصل، فهياخد معايا اللون الذهبي اسرع وهيديني نتيجه ممتازه. الريحه تحفه، كل التوابل بتتحمص، التوم بيتحمر، لكن مفيش اي حاجه بتتحرق ولا بتتلسع عشان احنا حاطين كل حاجه صحيحه. باكد تاني ان اللي حابب يحط التوابل بتاعته مطحونه مفيش اي مشكله، بس مش هيحطها من الاول، بقى هيصبر شويه لما البصل يقرب ناحيه اللون الذهبي، بعد كده يقدر يحط التوابل. لان لو حطينا التوابل مطحونه من الاول اللي هيحصل انها وارد تتحرق مننا. وصفه جميله جدا، الرز ده بيليق جدا على اي فراخ مشويه، بيليق على الاسماك بطريقه رهيبه. تقدروا تحطوا له بشر ليمون لو انتوا بتحبوا حاجه السمك يبقى كلها ليمون، فاتمنى انكم تجربوه. اللومي كمان بيديله طعم مزز كده لذيذ جدا، والبصل هنا قرب جدا على اللون الذهبي اللي انا مستنيه. زي ما قلت لكم انا مستنيه لون ذهبي فاتح، مش مستنيه لون بني غامق. اللي حابب البني الغامق ما عندناش اعتراض. ولو هنعمل نفس الوصفه دي بالرز المصري هنمشي بنفس الخطوات بالظبط، كل الفرق ان المرقه مقدارها هيتغير عشان احنا اتفقنا ايه؟ اتفقنا ان الرز المصري كل كوبايه رز بتاخد كوبايه من المرقه، نفس الكوبايه اللي عيرت بيها الرز هعير بيها المرقه، تمام؟ كوبايه لكوبايه، واحد لواحد. في بينما الرز البسمتي بياخد كوبايتين، وبيبقى في فروق شويه من نوع لنوع، يعني ممكن الاقي نوع احتاج كوبايتين الا ربع، ممكن الاقي نوع تاني يحتاج كوبايتين وربع، بس هي الافرج او المتوسط بتاعنا كوبايتين. مع استخدام كل نوع معين هتدرسوا بقى او انتوا هتعرفوا نوعكم اكتر وتبقوا عارفين هو بيحتاج ميه اقل او سوائل اقل او سوائل اكتر. باكد تاني ان كوبايه الرز البسمتي عشان سنه اولى طبخ اللي بيتفرجوا علينا بياخد كوبايتين من المرقه، يبقى عياره واحد لاثنين. وتاني باكد ان الكوبايه تكون نفس الكوبايه، وتاني باكد ان لما بنقول كوبايه عيار فاحنا نقصد كوبايه سعتها 240 ملي. البصل بتاعي بدا ياخد اللون الذهبي، عايزاه ياخده شويه كمان، لسه اللون فاتح شويه، بصوا اهو شايفين اللون بدا يبقى الاطراف ذهبي، بس انا عايزه اشوف ذهبي شويه كمان، مش مكتفيه بالاطراف بس، فهستنى عليه كده دقيقه وانا بكلم يمنى. يا يمنى اهلا وسهلا. الو، ازيك يا يمنى؟ ازيك يا ست سارة، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك، ده من ذوقك بس وكرم اخلاقك، ربنا يكرمك. الله يخليكي، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اموريني. انا بكلمك عشان عايز يعني اطمن عليكي بس واسلم عليكي يا حبيبتي. وكنت بس عايزه طريقه الكريب، انا عملته كام مره بس بيبوظ مني مش عارفه ليه. حاضر، هديكي المقادير دلوقتي وهيظبط معاكي جدا ان شاء الله. شكرا يا يمنى، نورتيني يا حبيبتي، وشكرا على سؤالك. الفلفلايه الحاميه اللي انا حطيتها انفجرت، عايزه اقول لكم وانفجرت، كانت هتجيب وشي بس ربنا ستر. حوادث الطبخ وما اكثرها، يعني اتعودنا عليها بقى خلاص في البرامج الطبخ، فبقينا بنتقبلها بصدر رحب ما بنتخضش. البصل بقى لونه الذهبي اللي انا عايزاه، هتجيبه لكم الكاميرا دلوقتي اهو، شايفين كده ما بقاش بني غامق، ذهبي بس، احنا عايزين الدرجه دي. طيب لما نوصل للدرجه دي هنعمل ايه؟ هنيجي نحط الطماطم، وهنحط الشبت، وطبعا الشبت هنا طعمه طاغي في الوصفه دي. طيب لنفترض ان انا شخص ما بيفضلش طعم الشبت بس عاجبني وصفه الرز دي، اعمل ايه؟ من غير اي مشكله خالص 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 هقوم بدل الشبت حاطه بقدونس، ما بحبش البقدونس ولا اي مشكله برضو، بدل الشبت والبقدونس هحط كزبره، فبراحتي خالص في الاعشاب. طب ما بحبش الخضره خالص انا في الاكل مش عايزاها ولا اي مشكله برضو شيلوها خالص. احنا اتفقنا ان الطبخ بنطوع فيه على حسب ذوقنا الشخصي،
مش بالضروره ابدا ابدا نمشي على كلام ثابت الا بقى في حاجات الكيك البسكوت دي، التغيير فيها بيبوظ الوصفه. لكن الحاجات الطبخ العادي الاكل الحادق يعني مفيش مجال قوي للقيود الشديده دي، ممكن نغير في الوصفه براحتنا. عايزه الرز انا يتشوح مع الخلطه الوهميه اللي انا عاملاها، وهقلب الرز كويس جدا مع الطماطم والشبت والتوابل وقرن الفلفل وفصوص الثوم، فلكوا ان تتخيلوا الرز ده هياخد مننا طعم عامل ازاي. نكلم اماني واحنا شغالين كده بنقلب. يا اماني اهلا بيكي. اهلا بيكي، سلام عليكم يا طارق. عليكم السلام يا حبيبتي. عليكم السلام يا حبيبتي. اولا انا بهنيكي الله يخليكي حبيبتي يا رب، وطبعا انا بهنيك على الرشاقه الجميله اللي انت وصلتي لها والاشراقه الجميله اللي طلت علينا بعد الرجيم القاسي اللي انت عملتيه ووصلتي للحاله الجميله دي. اشكرك يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. الله يخليك. عينك هي الجميله. انا بس عندي سؤالين عايزه اقول لك عليهم بجد يا سارة. اؤمريني حبيبتي. الوقت يا سالي انا عندي 2 ريتل لبن مثلا عن رابو. فانا دلوقتي اللبن الرايب ده انا عايزه اعمله جبنه كريمي. تمام. ايه؟ خدي الجبنه. طيب حطيها. تمام. في الخلاط او في الكبه. تمام. مع شويه قشطه. تمام. وشويه زبده. عايزاها ملح هتحط لها ملح، عايزاها للحلويات ما تحط لهاش ملح. بس كده ده كل الموضوع، وتضربيها لحد ما تبقى كريمي خالص ومتجانسه جدا جدا جدا، وتقدري تنكهيها باي نكهه لو انت عايزاها مثلا بنكهه جبنه رومي، نكهه بسطرمه لو حادقه يعني. تقدري تحطي لها اي نكهه انت حباها في الدنيا، وتبقى متنكهه زي كده الجبنه الكريمي اللي بالنكهات اللي بنجيبها علب من السوبر ماركت. عملنا ايه دلوقتي بعد ما شوحنا الرز؟ وشكرا طبعا لحضرتك نورتيني وشرفتيني بتليفونك الجميل. بعد ما شوحنا الرز مع الخلطه الجباره اللي احنا حطيناها حطينا له المرقه. طيب عايزه اظبط الملح، ما انساش ان انا عندي مرقه يعني مش محتاجه ملح كتير قوي، هكتفي بتلتين مقدار الملح يعني انا بحط لكل كوبايه معلقه صغيره هحط معلقتين بس عشان المرقه عندي ملحه وهتظبط المقدار بس كده. وبعد كده ايه الوضع؟ رز عادي خالص هنغطي عليه لحد ما يشرب ميته وبعد كده نوطي. ناخد بالنا ان الرز اللي بيبقى فيه طماطم بيبقى سهل يشيط، فركزوا معاه وقبل ما يشرب ميته قوي يعني وطوا النار عشان ما يشيطش من تحت. قبل ما اطلع من الفاصل عايزه بسرعه اجاوب على سؤال الكريب. عجينه الكريب يا جماعه من بيضتين لاربع بيضات براحتكم، في ناس بتحب بيضه قليل في ناس بتحب زي بيضه كتير، في جميع الحالات انا ما بيزفرش عشان بحط له فانيليا وحسب بقى لو حادق بحط له جوز الطيب بحط له فلفل اسود بيشيل ريحه الزفاره خالص، بس براحتكم. من بيضتين لاربعه كويس، انا شخصيا شايفه ان 3 معدل لطيف. الثلاث بيضات دول عليهم كوبايه ونص دقيق، كوبايه ونص لبن، رشه ملح، رشه فانيليا لو هعمله حادق، ورشه الفانيليا ثابته للحلو وللمالح ما تشيلوهاش في جميع الحالات. لو هعمله حادق هقوم حاطه له كمان رشه جوز الطيب وممكن رشه فلفل اسود. بضرب الخليط او المكونات دي في الخلاط لحد ما تنعم تماما وتبقى عجينه كده متوسطه السماكه زي سماكه الغره اللي عارف الغره الابيض نفس السمك تقريبا، واسيبها ترتاح نص ساعه في الثلاجه. بعد كده ابدا اسويها في طاسه كريب او اي طاسه عاديه مدهونه بالزبده او الزيت، ولحد ما الاطراف تفصل بقلب اللون يبقى ذهبي فاتح وبس خلاص كده بقى كريب. ايه رايكم بقى الرز الجميل ده؟ هنسيبه على النار مش هوطي عليه غير اما يشرب يعني 75% من السوائل اللي فيه، ونرجع مع بعض نعمل وصفه سمك جميله جدا تليق بالرز الحلو اللي عندنا ده. مستنيكم. رجعنا من الفاصل وما عملتش اي حاجه وانتم مش موجودين، الرز بتاعنا على النار شرب الميه بتاعته، فنقلته على عين اصغر ده اولا يعني عشان خفت يشيط، ووطيت عليه النار بقى خالص براحته على البخار كده وبالهداوه ومعانا وقتنا ونسيبه بقى ايه يعيش حياته. شكله طبعا يجنن، ريحته تجنن، اتمنى يعني ان تقدروا تشموا الريحه الجميله دي معايا. وانا مهديه عليه النار خالص وسايباه يستوي براحته على البخار ومغطيه عليه.
طيب الرز الجميل ده هنقدم معاه ايه؟ هنقدم معاه بولتي الطاسه. ينفع يبقى اي نوع سمك تاني غير البولتي، حتى لو فيليه مفيش مشكله، اي نوع بتحبوه، ينفع ماكريل، ينفع سردين، كل الحاجات دي تنفع، فبراحتكم. ينفع سلمون، فبراحتكم خالص، في اي نوع سمك انتوا حابينه. وينفع نفس الوصفه بدل ما نسويها في طاسه على البوتاجاز نسويها في صينيه على الفرن، مفيش مشكله. انا بس النهارده معرفش ليه يعني حاولت كده يعني في السمك اخلي وصفه على الفرن، عشان اللي عنده اي مشكله في على البوتاجاز قصدي، عشان اللي عنده اي مشكله في الفرن. يلا ناخد المقادير ونشوف هنعملها ازاي. وصفه كريستال معانا بولتي الطاسه بالشبت والليمون. هنحتاج اربع سمكات بولتي فاتحين بطنهم ومنضفينها، نص كوبايه عصير ليمون، معلقه كبيره بشر ليمون، زيت كريستال عباد الشمس، نص كوبايه شبت مفروم، ومعلقه كبيره ثوم مفروم، معلقه كبيره بهارات سمك، ملح وفلفل اسود. اعتقد مفيش مقادير ابسط من كده. محتاجين نعمل تتبيله، وانا الحقيقه هعمل التتبيله بتاعتي في طبق بايركس كده كبير، عشان عايزه اتبل السمك براحتي بقى ويبقى عندي مساحه اشتغل فيها، فمش عايزه ازنق نفسي. هحط عصير الليمون، هحط زيت كريستال عباد الشمس، على قد السمك كله بشر الليمون، الثوم، بهارات السمك، اي بهارات سمك بتحبوها او بهارات السمك اللي عملناها مع بعض في سنة اولى طبخ، والشبت، وملح على قد السمك كله طبعا، وفلفل اسود برضو على قد السمك كله. وانا بشتغل معاكم كده انا سايبه الطاسات بتاعتي على النار، مستخدمه طاستين. ليه؟ عشان ما عنديش طاسه كبيره كفايه ان هي تاخد اربع سمكات بولتي ويبقوا متعرضين للحراره كويس، فحطيت طاستين عشان اخد كل سمكتين في طاسه فيبقى متعرض للحراره مظبوط. ناخد ام دنيا على التليفون واحنا بنقلب التتبيله بتاعتنا. يا ام دنيا اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيخ؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير. تسلم ايدك على التعمليه يا فندم. حبيبتي تسلمي لي يا رب، ربنا يخليكي. كنت عايزه من حضرتك بس وصفه للصوص، بس عايزه اعمله دلوقتي يعني فرجاني، كنا عايش صوص كده مغذي للاطفال المدارس. ايه رايك عيش انزل لك وصفه العيش الهش اللي بالحليب؟ احنا لسه عاملين منه توست من كام يوم، وصفه روعه، مش قادره اقول لك التوست بتاعه حلو ازاي. تمام ماشي. ماشي ولو نزلتي مقادير التوست برضه عشان عندي بفوت. ما هي دي توست، ما هو ده توست يا حبيبتي، ده توست. ده توست؟ توست جميل، نفس الكب بتاعه، نفس كل حاجه، نفس التوست بس توست باللبن، وطريقته جميله جدا جدا، ونتيجته اوعدك انها هتكون ممتازه. تمام يا شيف. ماشي حبيبتي تأمريني. ممكن يا بنات تطلعوا لنا الخبز الهش بالحليب اللي عملناه من كام يوم؟ ممكن حد يرد عليا؟ تمام ولا ايه؟ اوكي تمام. الخلطه كده جهزت، هلاقي الخلطه بتنقسم لجزئين، حاجات خشنه كده التوم والشبت والحاجات اللي حطيناها وبشر ليمون، وجزء سائل. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هوريكم انا هعمل ايه. مبدئيا بقى سمك، يبقى هنلبس جوانتي عشان ايه نلغوص براحتنا واحنا مطمنين. واول حاجه عايزه اعملها عايزه اشقق السمك. اشققه يعني ايه؟ يعني اعمل او اشرطه، يعني اعمل فيه فتحات كده تضمن لي ان الصوص والتتبيله هيدخلوا جوه السمكه يخلوا طعمها احلى، عشان ما يبقاش التتبيله من بره بس وانا من جوه لما باجي اكل السمكه ما بلاقيش اي نكهه، مش حلو كده. هنيجي ناخد السمك نشققه الاول واحنا بنكلم ام عبد الرحمن. يا ام عبد الرحمن اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. خط قطع يا ام عبد الرحمن، كلمينا تاني حبيبتي واهلا وسهلا بيكي. بالطريقه السكينه بارده قوي. دي كويسه. هنعمل كده شقوق في السمك. نقف امتى؟ لما نلاقي نفسنا لمسنا العظم. اربع شقوق بالشكل ده، والفها واعمل. الزعانف بتتقص يا جماعه، سايبين لي زعانف ليه؟ هتعوم مثلا السمكه دي؟
كام شق تاني بالمنظر ده. تمام، وهاخدها كده على التتبيله بنفس الطريقه طبعا. يعني المفروض، معلش انا اسفه، الزعانف دي تكون اتقصت، بس يمكن غلطه سهوا من المطبخ. احنا هنشيلها اهو، ما يجراش حاجه، ونكمل شغل. بنفس الطريقه الناحيه الثانيه. وممكن ما تشققوهاش لو انتوا مش عايزين التتبيله تدخل لجوه قوي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اللي هيحصل التالي، انا هاخد حبه من الخلطه الخشنه كده، اصفيها من الميه وادخلها جوه السمك، وراعي ان انا عندي اربع سمكات، فاقسم الخلطه على الاربع سمكات وهلفها كده في التتبيله كويس جدا. بالمنظر ده، واطمن انها شربتها. ولسه انا يعني هطمن اكتر كمان، بس كمان شويه كده لما احطها في الطاسه انا هسقيها بكل السوائل دي. دي كده حشيتها خلاص، هشيلها على جنب. اخد حبه كمان من الحشوه او الخلطه الناشفه، هحطها جوه السمكه جوه البطن كده والخياشيم، الفها كده في الصوص وفي الزيت وفي كل حاجه حلوه اللي احنا حاطينها في هنا. وناخد السمكه التانيه. طيب نكمل بنفس الطريقة. نشق وبنفس الطريقة من الناحية التانية. كده كده الخلطه الناشفه او الخلطه الخشنه يعني هناخدها نلمها بايدينا كده وندخلها جوه في البطن والخياشيم اهو. شايفين المنظر؟ لو حابين تحطوا شويه كرات، شويه شرايح ليمون، براحتكم، بس انا يعني شايفه ان كده ايه، انا مكتفيه. وهلفها كده في الصوص وهودي على الطبق. ناخد اخر سمكيه. ونقص الزعانف، هنزل واحده كام واحده اتنين بس في الطاسه ونطلع الفاصل. ماشي يلا، مين معانا؟ نفس الطريقه هنفتح السمكات. واحنا بنكلم ام تيم. يا ام تيم اهلا وسهلا. مساء الخير يا شيف. مساء الفل يا حبيبتي، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا شيف سارة، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ تسلم ايدك على السمك وعلى الرز. تسلمي لي يا رب، كلك ذوق. بقول لك يا شيف سارة، عليكي عايزه طريقه قواقع البحر، اعمال قواقع البحر. كلاماري سوري، جندفلي مثلا؟ هو جمبري مع يعني تشكيله كده. اي حددي لي يا حبيبتي، عشان هو في حاجات كتير يعني. فواكه البحر قصدك صح؟ فواكه البحر. تمام. طب انت عايزاها، عايزه ايه، جمبري ولا جندفلي ولا ايه بالظبط؟ لا جمبري. طيب هقول لك على حاجه، الجمبري ينفع يتعمل بنفس التتبيله اللي احنا بنعمل بيها السمك دي، ده اولا. ينفع يتعمل بنفس الطريقه اللي هنعمل بيها صينيه الكابوريا السيجمنت الجايه، فاتفرجي عليها لان الطريقه الجايه دي بتبقى ممتازه للكابوريا وللجمبري وللجندفلي، بصراحه بتبقى جميله كمان. فشوفيها كده، وهي طريقه جميله جدا، صينيه عاديه خالص وبسيطه. تمام، احنا كده عملنا ايه؟ تبلنا السمكات كويس جدا، وهنلاقي ان فاضل معانا في الطبق صوص. الصوص ده هنشيله في حته؟ لا خالص، ده احنا عايزينه جدا. بس هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل التالي. نقلع الجوانتي الزفر ده بقى عشان ما ينفعش نمسك بيه حاجات في المطبخ. هناخد
زيت كريستال في الطاسة السخنة بتاعتي، هنا وهنا. انا عندي طاستين والاتنين سخنين جدا وزي الفل. نعلي بقى النار على اخر حاجة، السمك يعني نار عالية لازم، ده اللي بيطلعه احسن حاجة. وهناخد مساكة وناخد السمكة، ثواني، ننزلها في الطاسة. خدوا بالكم بس عشان حطرطش، عشان التتبيلة فيها سوائل كتير والزيت سخن نار. وادي السمكة التانية وبنفس الطريقة بالظبط. هاخد السمكة دي على الطاسة السخنة التانية، انزلها، وادي اختها. طبعا الحشوة جوه البطن خلاص ما بتطلعش. عندي ايه بقى دلوقتي؟ عندي هنا الصوص اللي فاضل من التتبيلة اللي هو ليمون والحاجات الجميلة دي، هعمل فيه ايه؟ هسقي بيه السمك بس دلوقتي اهو، ونقسمه بين السمك، وهنا كمان. نفضل نقسم كده بالتساوي بس. كل الكلام ده ينفع يتاخد صينية ويدخل الفرن، مفيش مشكلة، بس احنا عاملينه بطريقة مختلفة النهاردة على البوتاجاز. مين معانا على التليفون؟ طيب التليفون اللي كان معانا فصل. مين؟ كان مين؟ سما، تكلمينا تاني يا سما، واهلا وسهلا بيكي. مهم جدا وضروري جدا ان النار تكون عالية، يا اما السمك هينشف معايا والنتيجة مش هتبقى احسن حاجة. ضروري ان انا لما اجي اعمل سمك احافظ على كل العصارة بتاعته جواه، ما بالغش في سواه. يعني السمك ده مش المفروض ياخد وقت كتير، لان لو خد وقت كتير اللي انا هعمله ان انا هنشفه، هحول اللحم الجميل الطري بتاع السمك ده لشوية فتل كده ملهاش اي طعم ولا اي معنى. فارجوكوا خليكوا هينين في السوا على الحاجة او على الاكل بتاعكم. نعمل ايه دلوقتي؟ نديله وقته تماما. وفي عندنا حلين، نقدر نغطي عليه ونقدر نسيبه بالشكل ده. ايه اللي جاهز؟ العيش. طيب تمام، خبز الحليب الهش جاهز معانا، هنزله لكم على الشاشة حالا دلوقتي، وعلى الشاشة اهو. والرز بقى انا عايزة ابص عليه كده وعايزة اديله تقليبة، بديله تقليبة سريعة بالسباتشولا. وعشان انا نقلته في الوقت المناسب وهديت عليه النار في الوقت المناسب، ما عنديش اي حاجة شايفة الحمد لله، ولا الطماطم عملت لي اي ازمة. ريحته بصراحة وهمية، انتوا مش متخيلين يعني الريحة عاملة ازاي، واعتقد ان شكله باين، مفيش احلى من كده. العجينة اللي قدامكم دي خبز الحليب الهش، بنعملها ازاي؟ اول خلطة عجينة البداية بتكون عبارة عن دقيق ومية ولبن، بنخلطهم مع بعض على البارد، بعد كده نرفعهم على النار براحتهم خالص، نقلب 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 زي البشاميل لحد ما يتقلوا، نشيلهم من على النار ونسيبهم يبردوا تماما. بردوا معانا نبدأ بقى نكمل. هنعجن كل هنخلط كل المكونات الجافة اللي فاضلة، دقيق وخميرة وسكر اللي انتوا عارفينه والملح، هنخلطه ونضيف له كل السوائل، البيض والزبدة والعجينة اللي احنا عملناها الأول اللي هي زي البشاميل والزيت والزبدة طبعا. هنخلط كل ده او نعجن كل ده لحد ما تبقى عجينة ناعمة جدا 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 جدا، انعم حاجة في الدنيا. ساعتها هنشيلها تختمر، واول ما تختمر معانا هنبدأ نشكلها يا توست يا فينو اللي احنا عايزينه بقى. انا بحب اغطي على السمك ده عشان البخار يسويه من فوق وتحت، ما اضطرش اسيبه وقت كتير على النار. احنا كده حاسبوا على ايديكم بس. بس وخلوا درجة الحرارة بقى متوسطة عشان ما يتلسعش من تحت.
بس، ونطلع فاصل صغير جدا، لما نرجع منه نكمل وصفاتنا. عندنا لسه صينية كابوريا جميلة جدا هتدخل الفرن، مش هتاخد 10 دقايق 15 دقيقة وتبقى جبارة. فاصل صغير ومستنيكم. رجعنا من الفاصل وما عملناش حاجه وانتم مش موجودين، سمكنا مازال على النار. انا عملت ايه؟ حطيت له شويه ميه سخنه، شويه صغنطوطه قوي قوي، يعني ما تزيدش عن نص كوبايه لكل طاسه فيهم، عشان يبقى فيه بخار، وقفلت بالورق الفويل يضمن لي ان السمك هيستوي من تحت وفوق زي بعضه بالظبط، وانا سايباه يستوي وبيشرب الصوص بتاعه كله تمام. طيب وصفتنا الثالثه النهارده لوصفات السي فود او الاسماك الجميله جدا جدا، وصفه صينيه كابوريا. ينفع تتعمل سمك، ينفع تتعمل جندوفلي، ينفع تتعمل جمبري، ينفع تتعمل كلاماري، اللي احنا هنعمله ده براحتكم. فالكابوريا ممكن تتغير باي نوع تاني من فواكه البحر انتوا بتفضلوه. يبقى ما قدرنا ايه عشان نعمل صينيه كابوريا بالخلطه؟ بسيطه خالص، يعني ما فيش فيها اي حاجه غريبه. 5 كابوريات، وبصلتين متقطعين جوليان، 2 فلفل رومي جوليان، و2 فلفل الوان جوليان، نص كوباية كزبرة مفرومة، وممكن الكزبرة دي تبقى بقدونس أو شبت براحتكم، 10 فصوص توم شرايح، وفلفلتين حمر حاميين صحاح. عايزين الوصفة حامية أو الأكلة حامية هنقطعهم شرايح. نص كوباية عصير ليمون، وزيت نباتي، معلقة كبيرة بهارات سمك، وملح وفلفل أسود. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنجهز الخلطة العظيمة اللي هنسوي فيها الكابوريا دي. هنيجي هنا في بولة كبيرة كده، ابص بس على السمك بتاعي ده اطمن عليه، انا شايفه انه كده ايه يتشال، ده كده خلاص يتشال من على النار. ونشوف اخوه حصل فيه ايه. لسه ما شربش ميته، لما يشرب ميته هنشيله من على النار برضو يرتاح، وبعد كده نقدمه. عايز تشوف؟ يلا تعال. شايف المنظر؟ السمك بيستوي بيشرب الميه، لسه فيه صوص، يبقى مش هنشيله من على النار، واحنا كاتمينه خالص وكاتمين البخار معاه بالورق الفويل ده. لو الطاسه ليها غطا هنغطي علشان ايه؟ نحفظ الرطوبه، نخلي السمك طري ونخليه بيستوي من فوق وتحت بالتساوي. فلفل الوان، بعمل دلوقتي خلطه الكابوريا. فلفل رومي، عايزينه مفروم ممكن مفيش مشكله يعني. بصل، وانا بعمل خضار كتير ليه؟ عشان الكلام الجميل ده هيتاكل مع الرز، فاهمين؟ هيبقى كده ايه يعني مع الرز رائع. كزبرة، عصير ليمون، بهارات سمك، ملح وفلفل اسود، وادي الفلفل الاسود ده كده ايه خلاص. شكرا. هسيبهم كده مقفول عليهم يفضلوا طراي وجوسي ومليانين عصارة، ونقفل بقى العين دي خالص. تمام، فاضل لنا هنا ايه؟ زيت نباتي، زيت زيتون ممكن كمان، بس كده. وهاخد هذه الخلطة العظيمة اقلبها مع بعضيها كويس جدا. نوزع التوابل، نخلط الخضار، نخلط الخضرة، الزيت، كل أمورنا تمام. وهعمل ايه؟ هاخد الكابوريات اقلبهم مع الخلطه واشيلهم تاني. هقول لكم هقلبهم ليه واشيلهم ليه وهشرح لكم كل ده، بس هياخد تليفون من رضوى الاول. يا رضوى اهلا بيكي. الو. ايوه يا رضوى، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي، ازيك حبيبتي عامله ايه؟ انا بحبك قوي. الله يخليك يا حبيبتي، ده من ذوقك بس. انا بحبك حبيبتي. ممكن تسمعيني من التليفون مش من التلفزيون؟ انا عايزه. قولي لي حبيبتي معاكي.
انا عايزه اعرف طريقه عمل المولتن كيك. المولتن كيك من عيني الاثنين يا حبيبتي. شكرا حبيبتي، نورتيني وشرفتيني. انا بقلب ليه دلوقتي كده؟ عشان بس عايزه اطمن ان الكابوريا خدت التتبيله مش اكتر. ما دام خدت التتبيله والزيت وبقى كله تمام، هرجعها كده اطلعها تاني. ممكن اسيبها شويه مع الخلطه دي، بس هو لا داعي. الفواكه البحر بصفه عامه السي فود ما بيستحملش يا جماعه يقعد في تتبيلات ويقعد في عصير ليمون والكلام القاتل اللي بنعمله فيه ده، ايه لا نخلينا حنينين كده عليه. هاخد بقى الخلطه دي كده الخضار وهوزعه هنا. مش محتاجه طبعا احط زيت، انا حاطه اوريدي زيت فيه، فمكتفيين بالزيت اللي احنا حاطينه. الخلطه دي هي كده ايه اساس النكهه اللي هتقعد الكابوريا تستوي فيها طول ما انا بشتغل. خدنا كده كل الخضره، كل الثوم، كل البصل، كل الحاجات الحلوه دي. هنعمل ايه دلوقتي في الكابوريات الجميله؟ هناخدهم نغرزهم وسط الخلطه دي، وضروري نغرزهم عشان يبقوا متغلفين بيها من كل ناحيه فياخدوا طعمها، يا اما مش هياخدوا طعمها. وناخد أميمة واحنا شغالين. يا مدام أميمة اهلا وسهلا. حبيبتي تسمعيني من التليفون بعد اذنك؟ راح فين الصوت يا جماعه؟ طيب الخط فصل، كلمينا تاني حبيبتي. وهعمل ايه دلوقتي؟ كل كابوريايه هقوم جايه فوقها كده ببقيه السوائل والزيت بتوع التتبيله واسقيها بيهم بس كده زي الفل. هنعمل ايه دلوقتي؟ الكلام الجميل ده كله هيتشال دلوقتي لا تقلق. كل الكلام الجميل ده هيدخل فرن سخن جدا جدا جدا، وضروري يكون سخن. لو الكابوريا نزلت ميتها حرام، انا خسرت كل النكهه بتاعتي. فعشان كده بنسخن الفرن تسخينه حلوه. عندي هنا قرنين فلفل كده، هقوم مغرزاهم كده ايه في النص، وهاخد الصينيه التحفه دي ادخلها الفرن حالا اللي انا بسخنه من اول الحلقه، فعارفه ان هو سخن جدا. هفتح عليها النار من فوق وتحت، عندي مروحة هفتح مروحة وهتوزع لي الحرارة كويس، ودرجة حرارة عالية مش أقل من 220. يبقى كده احنا عاملين ايه الواجب وزيادة، عاملين وجبة محترمة جدا، وجبة سي فود، ومش هعتبرها غالية، متوسطة التكلفة. يعني هي المكون الوحيد اللي ممكن يكون غالي شوية فيها هو الكابوريا، لكن احنا مستخدمين سمك بلطي عادي جدا. طبعا اللي عايز يعلي من نوع السمك او يستخدم نوع تاني مفيش اي مشكلة، مع ان بصراحة مش هضحك عليكم يعني هي مش عشان الاغرى فبالضرورة يكون احلى، هو البلطي مناسب جدا للوصفة دي. اللي حابب يعملها ببوري اوكي، انا افضل انها تتعمل بالبلطي زي ما هي ما يتغيرش فيها حاجه تانية. الناس بس اللي مش غاويه تقعد تفصص السمك وتقشره والزفاره بتاعته وكده، فعايزين يعملوا فيليه هيليق الوصفه دي على الفيليه جدا، مش هتقول لا خالص. يلا تعالوا كده نشوف الرز حصل فيه ايه. الرز طبعا استوى، هو قاعد على البخار بقاله فتره، المنظر اصلا يعني يجوع. بصوا الجمال، كل رزايه برزتها، عنديش اي رزايه اتكسرت ولا اي رزايه اتهرت. ليه؟ مقاديري مظبوطه، درست الموضوع، عرفت ان الرز البسمتي بياخد كل كوبايه رز كوبايتين ميه، جربت النوع بتاعي فعرفت محتاج زياده ايه، محتاج نقص ايه، خلاص ايدي بقت مظبوطه، فلا يمكن يبقى عندي مجال ان حاجه تبوظ مني. محتاجين نقدم، ما جبتوليش انتوا اطباق كبيره يا جماعه خالص. اقدم في ايه انا؟ سايبينها بره، انا شايفاها اهي. تمام، نستنى بقى اطباق التقديم ونشوف مين معانا على التليفون. معانا مدام اميمه على التليفون. يا مدام اميمه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، رجعت لنا يا مدام اميمه، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، موريني يا حبيبتي. عايزه يعني طريقه عمل سمك بزمعه وطريقه عمل بسكوت سهل كده. طريقه عمل سمك ايه؟ سمك بزمعه صلصه. سمك بدمعه؟ ايوه فعلا. حبيبتي نفس اللي عملناه النهارده ده تقدري تحطي له شويه طماطم معصوره وشويه صلصه، تقدري تعملي صينيه صياديه زي تقدري تعملي نفس اللي عملناه في الفرن ده، بس تحطي لها شويه طماطم وصلصه برده هتبقى بالدمعه.
وتحطي سمك بدل الكابوريا، هيبقوا روعه الاثنين. يعني الناس ما عملتش حط الكابوريا اعمل زيها السمك بالظبط. عايزه بالظبط، عايزه تاخدي الخضره تشويحه وتصبي عليها الصلصه تغلي غلوه وبعد كده تدخلي السمك معاها، برده مفيش مشكله ابدا، هيبقى تحفه. طب حطيش لازم اقل السمك ولا ممكن نايف ني؟ ممكن نايف ني ولا اي مشكله. تسلمي. طب ممكن طيب بسكوت يعني سريع؟ حاضر. بسكوت فانيليا ولا شوكولاته؟ لا بالفانيليا. من عيني الاثنين يا حبيبتي، تأمريني. اهلا وسهلا بيكي. ممكن نجيب لك بسكوت الشاي دلوقتي ننزله لك، هو بسكوت جميل بالفانيليا. تمام، نبدا بقى نقدم وصفتنا الجميله اللي انتم شايفينها دي. طبعا الكابوريا يا جماعه ارجوكم ما نبهدلهاش في السوا، بلاش موضوع الكابوريا بقى لها ساعه في الفرن ده وبقى لها ساعتين في الفرن، بزعل والله. احنا كده بنجيب حاجه غاليه وجميله بنبوظها خالص، يعني نكون حنينين عليها في السوا، بلاش السوا اللي بفترة ده. بالراحه يعني في السوا كده عليها هتبقى احلى معاكم بكتير، مش هتخسر حاجه من طعمها ومش هتخسر حاجه من شكلها وحتى قيمتها الغذائيه يعني بتروح من السوا الكتير ده. هنبدا دلوقتي نقدم السمك الجميل اللي احنا عملناه. طيب دي احسن. يلا طبعا السمك عايزين واحنا بننقله كده نبقى منتهى الحنيه اللي في الدنيا، عشان هو ممكن يتفتفت مننا، وده يعني وارد جدا انه يحصل طبعا لانه سمك مستوي خالص. بصوا الجمال. مين معانا على التليفون؟ ام مكه معانا على التليفون. يا ام مكه اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله انا زي الفل يا حبيبتي الحمد لله. انا اول مره اكلمك بس والله انا بحبك قوي. حبيبتي يا رب يخليكي وباذن الله ما تكونش اخر مره ابدا. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. السمكة اللي انت عاملاه بجد تحفة قوي. جربيه يعني تاكلي صوابعك وراه ان شاء الله. لا انا سهل زي ما انت شفتي. تعالي يا سلام يا تنورينا، هو يحلى بيكي. ميرسي يا حبيبتي. حبيبتي اهلا وسهلا بيكي، نورتيني وشرفتيني. السمك كده احنا قدمناه واعتقد يعني المنظر بيتحدث عن نفسه، مش محتاجين يعني نشرح كتير، هو مش محتاج غير شويه ايه جارنش، شويه ليمون شويه شبت بس، خلاص هيبقى تحفه ومنتهى الروعه والجمال. ايه رايكم تطلعوا فاصل صغير عبال ما انا اغرف الرز في اي طبق، ولما نرجع نشوف الكابوريا دي حصل فيها ايه. مستنياكم. رجعنا من الفاصل وبنعمل ايه بعد ما غرفنا السمك؟ انا بقى زوقت ودلعت شويه شبت وشويه ليمون اللي انتوا عارفينه يعني، ودلوقتي بنغرف الرز. والرز بصوا تعالوا كده يا جماعه جوه الحله عشان بس ايه نبقى رجال افعال لا اقوال، مع ان رز الطماطم معروف عنه انه بيلزق. الحله هي ايه ولا اي حاجه لازقه عشان الطبخ بسيط، خطوات هنحترمها الاكل هيحترمنا ما دام وطينا النار وسبناه يشرب السائل ووطينا قبل ما ينشف تماما واديناه لوقته كده على نار هاديه. خلاص انا كده عرفت ان مش هيحصل عندي مشكله، ما احترمتش بقى الخطوات دي وفضلت معليه عليه النار وقاعده اهلكوا عليها، ما زعلش بقى لما يشيط مني، طبيعي نتيجه طبيعيه. ادي هنا طبق رز وانا عملته على طبقين، دايما لما يبقى عندكم كده ايه حاجه هتاخد مسافه او مساحه او هتبقى محتاجه غرف كتير قسموها على السفره على طبقين. معانا اميره على التليفون وانا كده بحنتف اكلم اميره. يا اميره اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا ست ساره؟ حسيني ايه؟ انا عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ الحمد لله. وحسيني فاكراني ولا لا؟ فكريني. مش فاكره. انا اميره البحيره كنت بكلمك قبل كده. حبيبتي عامله ايه؟ ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا ست ساره؟ انت فين؟ وحشتيني قوي. ايه الغيبه الطويله دي؟
معلش والله يا شيخ ساره، كان شويه ظروف كده والله، وكنت حبيبتي دراعي كان متجبس وكنت يا حبيبتي. سلامتك سلامتك يا حبيبتي، يا رب عمر ما يمنعك عننا غير الخير. الف سلامه عليك يا رب. بجد انا كنت محتاجه وصفات للسي فود، ولقيت حضرتك بتعمليها النهارده. يلا هو لحقناك يا حبيبتي، اهلا بيك. تسلم ايديكي وعينيكي يا حبيبه قلبي. تسلمي لي وصفات جميله قوي. تسلمي لي حبيبتي، اتمنى ان هم يعجبوكي وتجربيهم ويبقوا بالهنا والشفاء عليكي وعلى كل اهلك باذن الله. اشكرك حبيبتي، نورتيني. شوية شبت، يعني ما ينفعش نبقى عاملين الرز بالشبت وما نحطلوش شوية شبت. ايه رأيكم يا جماعة تنزلوا بالمقادير كده وانا عمالة بقى اظبط؟ تمام، ننزل مقادير ولا ايه؟ يلا هننزل بالمقادير حالا. واحنا كده بنغرف، ما تقلقش انا معاك، هنغرف وهطلع اللي في الفرن وانتوا بتشوفوا المقادير. واول حاجه هتنزل لكم على الشاشه دلوقتي هي رز الشبت والطماطم. بفكركم تاني ان احنا كل اللي عملناه ان احنا شوحنا البصل لحد ما اخد لون ذهبي مع كل التوابل الجافه مع الكمون الحب. الكمون الحب مضايقه يحط كمون صحيح، يشيل الكمون خالص لو ما بيحبوش. انتوا احرار بقى في الحاجات الصغيره دي بذوقكم. وبعد كده حطينا له الثوم صحيح، والثوم الصحيح اتشوح معاه مع كل التوابل الجافه. بعد كده نزلنا بالطماطم المفرومه، الشبت سيبناهم برضو يتشوحوا مع كل المكونات. بعد كده البصل اخد الرز اسفه اخد تشويحته مع كل الخضار وكل الخلطه الجميله دي. نزلنا المرقه سيبناه على نار عاليه لحد ما شرب ثلاث ارباع السائل. بعد كده وطينا النار وسيبناه يتبخر براحته خالص على اوطى درجه حراره عندكم، ولو عايزين شياطه كمان اعملوا كده مفيش مشكله، لحد ما ايه جهز معانا وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. صينية الكابوريا يعني خلاص انا هطلعها. تعالوا نطلع صينية الكابوريا الاول، كفاية قوي عليها كده، مش عايزة انشفها ومش عايزة اطلع العصارة بتاعتها. يلا بصوا المنظر، بصوا المنظر الرهيب. اوبا اوبا اوبا، الوش محرمش واللون اورنج والخضار نزل ميته. الله على الهزه دي كده، بتعرفني ان في شويه صوص تحت هيخلوا الرز ده جبار. مفيش احلى من اكل السمك، ومش لازم يكون غالي على فكره. ما فكره ان لازم اجيب اغلى حاجات علشان اعمل اكله سمك حلوه ده كلام فاضي، مش لازم خالص. يعني الـ السمك بحر واسع، مش لازم، اختاروا المناسب لميزانيتكم. بلطي الطاسه بالشبت والليمون معاكم على الهوا، وصينيه وطبق البلطي الجميل بتاعنا اهو احنا مقدمينه. واعتقد يعني المنظر برضو بيتحدث عن نفسه، انا مش محتاجه اوصف كتير. اللي عملناه ان احنا عملنا التتبيله دي، خدنا الجزء الخشن منها اللي هو الشبت والليمون، بشر الليمون والثوم، وعملنا بيه ايه، حشينا بيه بطن البلطي علشان الطعم يجي من جوه. وخدنا الصوص سقينا بيه البلطي طول ما هو بيستوي. احنا نزلناه في طاسه سخنه جدا جدا جدا، اخد تشويحه. بعد كده سقينا ميه، قفلنا بالفويل عشان نضمن ان احنا عندنا بخار بيتجمع جوه، فهيديني طعم مظبوط وهيديني سوا كمان مظبوط عشان السوا مهم. فطلع الرز معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، وما فيش احلى من كده. وصينيه الكابوريا معانا اهي دلوقتي كمان، ما فيش برضو احلى من كده. انا بحط لها شويه فلفل احمر حامي كده طازه للون وللشكل. شايفين الاطراف المتحرمشه دي؟ انتوا مش متخيلين هتدي طعم للكابوريا عامل ازاي، هتديها طعم الشوي مع اننا عاملينها في الفرن. اللي حابب يعمل اللي احنا عملناه ده بالظبط هو هو على مقفول متغطي بحيث انها تبقى طريه خالص صوص يعني. عفوا نجيب فسيرتي يا كنترول. بس كده اللي عايزها تبقى صوصي ما يبقاش الوش متحرمش كده، هيديها ايه تغطيه بشويه ورق فويل، بحته ورق فويل بس كده. يعني خلصنا، ما فيش اسهل من كده ولا اجمل من كده ولا احلى من كده. وزي ما انتم شايفين الموضوع تكلفته في المعقول، مش هقول انها رخيصه قوي عشان ما ابقاش بضحك عليكم يعني. هي بس الكابوريا هي الايتم الوحيد الغالي النهارده، لكن الباقي كله في المعقول وفي المعقول جدا كمان. اتمنى يا رب ان وصفاتنا تكون عجبتكم، اتمنى انها تكون فادتكم. حلقتنا النهارده كانت حلقه الوصفات السي فود السهله السريعه اللي مش هتكلفنا تكلفة مؤلمة يعني.
باستثناء الكابوريا، واحنا برضو في الاخر عاملين 5 كابوريات الموضوع كله يعني. فاتمنى ان الحلقه تكون فادتكم. عملنا مع بعض وصفه كريستال، كانت السمك البلطي في الطاسه بالشبت والليمون، وعملنا مع بعض رز الطماطم والشبت، وصفه جميله جدا جدا جدا. وعملنا مع بعض كمان وصفه صينيه الكابوريا اللي في الفرن، سهله سريعه مفيش احلى من كده. دي كانت وصفاتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم وفادتكم، وباذن الله اشوفكم بكره على خير في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. كنت معاكم ساره عبد السلام، وهكون معاكم بكره في حلقه جديده ان شاء الله. مع السلامه.